والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. تلاوة قرآنية مباركة يطلع علينا فضيلة مفردة المعروف القارئ الشيخ احمد بسيوني عوض. فلنتعالى بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل لكم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم تكلم نفس إلا بإذنه
فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فينا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لا لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يوم يأتي
التي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء
وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت إنه بما تعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم بما يعملون خبير وإن قيل لما ليوفينهم ربك أعمالهم Thank you.
فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تطغوا بما تعملون بصير وإن قل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وزلفا من الليل
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين واصبر 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 فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما
وما ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. والأرض وإليه يرجعون.
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. فاعبده وتوكل عليه.
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. صدقت وليس بكل وابعت فيما احكمت قلت وقولك الحق انك على كل شيء قدير. تلاوه قرانيه مباركه تلاها علينا فاديل بن قرين المعروف القرئ الشيخ احمد بسيوني عوض على تركيز الستاتو وفرت الفرش الحديث الكبرى تحت إدارة الحلاق المعلم سيد عبد ربه وأولاده. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيد مشكورا.